استقبل العام الجديد 2021 مع إعمار في وسط مدينة دبي في ظلال أطول مبنى في العالم وأبرز معالم الإمارات العربية المتحدة برج خليفة، وسط الألعاب النارية الرائعة وعرض الأضواء والليزر. تتوفر في وسط المدينة مرافق محدودة لوقوف السيارات في المواقع التالية: احرص على وصولك إلى الموقع قبل الساعة 5 مساء لتأمين مكانك. يرجى مراجعة جدول مواعيد إغلاق الطرقات الصادر عن هيئة الطرق والمواصلات. يمكن كذلك أن تستخدم أي من مرافق النقل العام مثل المترو والحافلات وسيارات الأجرة. سوف تكون محطة مترو برج خليفة مغلقة، يرجى النزول في أقرب محطة واستخدام حافلات النقل المتاحة للوصول إلى المكان. سيكون الوصول إلى وسط مدينة دبي من خلال 5 بوابات: البوابة 1 خلف مركز قيادة داون تاون، البوابة 2 خلف برج فيستا، البوابة 3 بالقرب من إعمار سكوير بجوار مبنى بوليفارد بلازا، البوابة 4 مقابل فندق العنوان بوليفارد، البوابة 5 مقابل فندق العنوان وسط المدينة. يجى اتباع المسارات المحددة إلى البوابة التي اخترتها للوصول إلى منطقتك المخصصة، علماً أن منطقتك ستفتح فقط في الساعة 3 من بعد الظهر. لضمان راحة وسلامة الجميع، يرجى الامتناع عن إحضار بخاخات الحفلات والأغراض الحادة والمفرقعات النارية إلى منطقة وسط مدينة دبي. نحن نهتم بسلامتك، لذا حرصت إعمار على الالتزام بالعديد من الإجراءات الوقائية بما في ذلك الكاميرات الحرارية والتباعد الاجتماعي والمدفوعات غير التلامسية والتنظيف العميق المتكرر والتطهير، وذلك بما يتماشى مع إرشادات وتوجيهات حكومة دبي. ضع كمامتك على وجهك طوال الوقت واحترم إرشادات التباعد الاجتماعي. قامت إعمار بتخصيص منطقة مشاهدة خاصة لأصحاب الهمم. عند الوصول إلى السعة الكاملة لمنطقة المشاهدة سيتم إغلاق المنطقة والامتناع عن إدخال المزيد من المواصلين. يرجى اتباع التعليمات الموجودة في الموقع: لا تحاول فتح الحواجز المعدنية ومعابر المشاة المحصورة في مناطق محددة، مع احترام حركة المرور المستمرة. ترحب إعمار بكم جميعاً للاحتفال في وسط مدينة دبي، لكننا نعتذر عن السماح بإدخال عربات الأطفال والدراجات والحيوانات الأليفة. يطلب من جميع الضيوف التسجيل في تطبيق يو من إعمار، إذ سيحتاجون إلى تقديم رمز الاستجابة السريعة QR الخاص بهم للوصول إلى وسط مدينة دبي من خلال البوابة المخصصة لهم. نحث الأشخاص الواصلين بالمترو إلى دبي مول على استخدام مخرج البوابة 6 المخصص للعائلات للوصول إلى مناطق المشاهدة. يرجى الالتزام بالإشارات الأمنية عند عبور الطريق. احترم قواعد السلوك المتبعة في دبي. اترك مساحة بينك وبين الزوار الآخرين وتجنب التدافع، ولنحتفل معاً بشكل منظم. تتوفر شبكة كبيرة من منافذ الطعام في جميع أنحاء مناطق المشاهدة في وسط مدينة دبي. يطلب من الزوار الاستمتاع بتناول طعامهم فقط في المناطق المخصصة ومساعدتنا في الحفاظ على نظافة المنطقة. غرف الصلاة متوفرة في جميع أنحاء منطقة وقوف السيارات تحت الأرض وكذلك الحمامات. يرجى إلقاء نظرة حولك لتحديد موقع أقربها إليك. توفر إعمار 15 خيمة لفرق الدعم منتشرة في مناطق محددة وستكون متاحة للمسائل التالية: الاستعلامات، المفقودات والموجودات، والإسعافات الأولية. سيتم التعامل مع أي حالة طبية طارئة من قبل المستشفى المتنقل والمستشفيات الميدانية المجهزة بالأطباء وأنظمة الدعم الطبي الكامل. تم تحديد المنطقة المحيطة ببرج خليفة بأنها منطقة أمان طوال المساء، لذا نطلب منك الابتعاد عن تلك المنطقة المحددة. يرجى اتباع طريق الخروج الذي نصح به فريق إعمار لمغادرة المكان. للضيوف الذين أجروا حجوزات في مطاعم وسط مدينة دبي من خلال تطبيق يو من إعمار، خصصنا حافلات من الشارع المالي إلى شارع الميدان، وسوف يطلب منهم تقديم رمز الاستجابة السريعة QR باللون الأزرق الفاتح أو الذهبي. يرجى الاتصال بنا في إعمار على الرقم 800 إعمار لأي استفسار. يرجى مراجعة جداول مواعيد مغادرة حافلات هيئة الطرق والمواصلات من محطات المترو للوصول إلى وجهتك بعد الحدث، فلننتقل إلى بداية العام الذي يحدد ازدهاراً في 50 سنة المقبلة معاً.